السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الكفته. هنكمل بسم الله. الكفته نعمل ايه دلوقتي؟ انا حطيت كفته ليا في كفته اهي، خليها بس تسيح. وبعد كده هنزل معايا بصل، بس عطر انفاص، معايا فلفل، معايا طماطميه، معايا ايه فصين ثوم مقطعهم صغير، ماشي. اقلب بس اللي هي كده. ممكن تحط زيت او سمنه زي ما انت محب، بس هي لو عندك زيت او فكره ليا حطيها، طعم كده قوي. وبعد كده ننزل بسم الله الرحمن الرحيم بالبصل والفلفل والثوم والطماطم، نبدا نقلب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شويه نقلبهم يا حبيبي كده، ممكن تشوفين نشوحوا كده، نقلبهم كده ياخدوا من طعم اللي هي. والله ما قلتوش الريحة بتاعتها، طعم ريحتها جميلة، ريحة الثوم مع الفلفل مع البصل مع الطماطماية، عاملة كده ريحة جميلة. لو جربتها بالطريقة دي هتعجبكوا أوي. قلب بس فيها شوية، نشوح بس الخليط ده. نقلب فيها كده بس كده بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اتشوحت اهي، شايفين الكبدة؟ انا غسلها وحط عليها ليمون. دلوقتي هبدأ احطها في خليط البصل. بسم الله هبدأ اقلب بقى. معايا بقى ايه بهار ايه بقى؟ معايا فلفل اسمر، بابريكا، شوية توابل، مرق الدجاج، شوية كمون، شوية كزبرة. دي التوابل اللي معايا. ابدأ احطها برضه على الكبدة. بسم الله بسم الله. ابدا بقى اقلب الخليط ده كله كده بسم الله الرحمن الرحيم. لو جربت الكبده بالطريقه دي هتعجبكم جدا. شايفين الكبده جمالها؟ اقلب فيها اهي حبايبي. بنقلب في الكبده اهو بالبصل وكل التوابل وكل حاجه احنا حاطينها. شكل الكبده حلوه قوي، ريحتها ما اقولكوش والله. بسم الله ما شاء الله على الريحه بتاعتها. انا ممكن ازود لها نص كوبايه ميه وهدي عليها واسيبها تستوي. نص كوبايه ميه هدي عليها بقى واغطيها واسيبها تستوي. مش هحط مرق لان حاطه مرقه الدجاج، ومرقه الدجاج بتبقى حادقه، خلي بالكم يا جماعه. قرب ما تستوي كده ندوقها، لو محتاجه ملح هنحط ملح. فانا هغطيها دلوقتي وهدي عليها. وهي يا جماعه الكبده بدات تخش في السوا اهي، نقلبها كده تقريبا. انا زودتها كمان نص مع كوبايه ميه، كوبايه شاي يعني. هنقولي مثلا احنا حطينا عليها كوبايه ميه، كوبايه شاي، كوبايه ميه يعني. دلوقتي بقى تبدا بقى ايه تستوي ان شاء الله. هلفها تقليبه كده واسيبها برده اغطيها، ببص عليها من وقت للتاني كده واقلبها عشان ما تلزقش في قلب الصينيه. اهو يا حبايبي دلوقتي الكبده اهي بدات في السوا خالص. هي دلوقتي خلاص بدات في السوا خلاص، الميه بس تنشف منها وخلاص. على كده نبدا بقى ندوقها نشوفها محتاجه ملح ولا لا. زي ما قلت لكم في الاول انا حاطه مرقه دجاج، فما رضيتش ازود لها ملح، قلت عشان مرقه الدجاج بتزود الملح شويه. فهنشوفها محتاجه ملح ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش محتاجه. بسم الله ما شاء الله حلو طعمها، ما اقولكوش. فرح عايزه تدوق حته فديت لها حته تدوق. ويا فرح رايك فيها؟ طعمها حلو قوي.
تسلم ايدي كمان. ماشي يا حبيبتي، بالهنا يا حبيبتي انت وحبي. شفتوا يا جماعه هي لسه برضو هتستوي شويه، انا هسيبها لغايه ما الميه بتاعتها ما تخلص، وبعد كده ايه نقدمها مع بعض. شوفوا يا حبيبي لسه برضو بقلب فيها برضو اهو، ايديا فيها على طول عشان ما تلزقش مني، لغايه بس ما الميه دي تنشف ويبقى كده ان شاء الله هي استوت. انا بقلب فيها اهو. في ناس بتحب فيها صوص عادي، يعني ينفع تتاكل كده عادي بالصوص بتاعها برضو جنب رز جنب مكرونه، بس احنا ان شاء الله ناكلها بعيش. انا بقى استنزل لغايه الميه دي ما تنشف ان شاء الله واقفل عليها. طريقه سهله وبسيطه لاي بنوته بس صغنطوطه عايزه تتعلم طريقه الكبده. طعمها حلو، دقت حته تعالوا اتفضلوا معانا والله ما تغلاش عليكم. دلوقتي يا حبايبي خلاص هي داخله في خلاص اهي السوق، ما فيهاش في خالص اهي اهي، ما قلكوش على ريحتها وطعمها. انا دقت حته بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. هي خلاص كده استوت، نبدا بقى ايه نغرفها. خلاص كده يا حبيبي نبدا بقى نغرفها. دي يا جماعه شكل الكبده بتاعتنا بعد ما غرفناها في الطبق اهو، ايه رايكم؟ شكلها جميل وطعمها ما اقولكوش، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوناش في الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، وما تنسوناش في التعليقات تحت، ويا رب نشوفكم على خير كده في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه يا حبايبي.